قلنا السلام عليكم. ضايا اللي تراو فيه احنا باش ندخلوا توا ضايا الشارع العرب اللي تراو فيه. الشارع على ضايا بريسك تلقى فيه كان الاجانب، بريسك 80-90% كان الاجانب. ديجا هما الالمان ديجا ما يدخلوش لهذيا المكان. تحب تاخو اي حاجه تجي للشارع ضايا، تحب على كباب عندك علي بابا، مش علي بابا ولا المصباح السحري، ضايا علي بابا تجي تاخو الكباب بتاعك. في الشارع ضايا كلهم العراقيين بريسك يبيعوا الذهب لنا، والذهب ضايا عندك هذا الحانوت الثاني يبيع كيف كيف الذهب. مجوهرات ليديا الحانوت الرابع يبيع كيف كيف الذهب. الحانوت الخامس كيف كيف. حانوت السادس كيف كيف يبيع الذهب لنا. لو يبيع الذهب على خاطر لنا مشتهرة ياسر بالخليجيين اللي يجوا لنا وياخذوا في الشارع العرب هذا الذهوبات وبياخذوا البارفانات. اسواق النورس ثبتوا معنا يلي يجي لنا اول مره وتحب مثلا تحب تحس روحك في البلاد اجا لهذه البلاصه تنجم تاخو اللي تلقاه في تونس. ريتو اللي في تونس الموجود الكل تقال لوح عليك ما تعطيش كترونسبورتير فلوس نفعوا فيه وكل شيء موجود تهزوا في الهريسه من غادي ولنش كل شيء لنا موجود كل اللي تتصوروا انت في مخك حليب الغوله تلقاه. مش قاعد نش نعم في الاشار اول مره رافع قلت ما نعرفوش الجمله ذا فهمني ما عندي شكون تونسي شيء ما عنده. غادي جا العرب كلنا يستناو في الحم خاطر اللحم حلال. حتى مرة موجود ريتو كل شيء موجود، الزيتون موجود، المالح موجودة، كل شيء موجود في المغازل، ما تستحقوا حتى شيء تجيبوه من البلاد وتثقلوا في رواحكم ومصروف عاد البول لم تجب تاخذ كل شيء لنا، كل شيء أنواع التمر كل موجودة ما شاء الله، كل حتى الملوخية موجودة ثبتوا، الملوخية موجودة يا أبو قلب، شيء عقل مخ. حتى الحوت فرشك تخيل انت لنا في المانيا تخو الحوتة يعطيوها لك فرشك ومن بعد ديريك تهزها للدار امورك واضحه يا معلم. ها حوت فرشك في الخاتمة حسيل وحبيت نقول لكم لنا في شارع العرب تنجم توخو كل شيء مذهب من الماكلة من الحوايج تحس روحك بالرسمي عندك تاعت في دولة عربية مسلمة. اليوم خذينا الشعيريه هذيا جربوها طيب حلو صحيح ولا اخويا منين اخويا الغالي؟ منين؟ من سوريا تشرفوا اخويا بال سوريا العظيم لنا تنجم تلقى كل شيء حتى سلعه تونسيه الهريسه تلقاها لنا اخويا انا قال لك الهريسه التونسيه تلقاها. خذينا شعيريه ما نعرفش منين من تقريبا من المغرب هذيا ونجربوا احنا ايش خويا؟ 2 يورو 88 يورو بلاش فلوس 2 يورو 88 سنت. اهلا ومرحبا بكم يا خويا في تونس. مع السلامه خويا. نقول لكم تو تشاو تشاو لنا في شارع العرب حصريا مع وسام ووليد. ديديكاس الوليد في تايلاند وانا في المانيا. باي باي.